لا لو كده بقى كابتن خالد شايبي هو كمان معانا على التليفون، هنكلمه دلوقتي ونقول له انه الاستاذ الحسيني الكارم قال لنا ان في حاجات جديده. انا عايز اشكرك مره تانية، وربنا يا رب يخلي لك محمد ويطرح فيه البركه ويديله الصحه دايما. معانا كمان على التليفون وده لاجل حظنا الحلو كابتن خالد شلبي السباح العالمي قاهر المنش، واللي عرف يكون هذا الفريق ويعدي بيه مش بس المنش، لا يجيب لنا بيه هذه الانجازات. كابتن خالد منورنا. يا اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. عارف يا كابتن كان من ضمن احلامي وانا طفل صغير اول رياضه لعبتها السباحه، فكنت اشوف بقى يعني واقرا عن السباحين بتوعنا اللي بيعدوا المنش، اقول انا في يوم من الايام بقيت 47 سنه ومش عارف اعدي ترعه في بلدنا. والله بقيت بنها. لا لا ان شاء الله ان شاء الله، لو عايز يلا بينا يلا بينا. هتمرني؟ يلا بينا. طبعا انا بعوم زي الجن، انا كنت بلعب ووتر بولو بس بنهج بقى وحالتي بقت صعبه قوي. انت كنت اعتقد يعني انا كنت زمالك. زمالك نادي الزمالك. اول ما هقول زمالك هقول له يوسف ما تقولش ان انت زملكاوي، بس سيبنا من الموضوع ده. خلينا في انجازاتكم الرائعه. اولا الف 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 مبروك. متشكر جدا جدا على كل تهنئه وعلى الكلام اللي قاله الاستاذ الحسيني والد محمد، وبشكرك جدا لاهتمامك بالموضوع ده، ان الموضوع ده ليه اهداف كتير قوي قوي قوي، واحنا تعودنا ان احنا نحلم الحلم فعلا ونحاول نجري نحققه. فالحمد لله الحلم بتاعي اتحقق بفضل القياده اللي موجوده دلوقتي، القياده السياسيه اللي موجوده متمثله في الدكتور اشرف صبحي. الراجل ده عنده افكار كتير ومثمره، وفي زخم رياضي بيحصل في مصر النهارده ما حصلش من 50 سنه. النهارده بلاقي بطولات عالم بتتعمل في مصر. مجموعة من الشباب ابتدت تتحرك في كل اتجاه. مشروع كايرو بايك اللي طلع دلوقتي، مشروع دراجتك هي دخلك، كل الحاجات دي حراك بيحصل في الشارع المصري. برنامج بيعمله الدكتور أشرف صبحي مع المجموعة المساعدة اللي موجودة معاه عمرو حداد وأحمد جمعة، صدقني فعلا في حاجة جميلة بتحصل في مصر. إعادة بناء للشاب المصري وإعادة بناء ان انت بيراعوا اولادنا من الناحيه الصحيه والناحيه الاجتماعيه. فانا شفت الحقيقه حاجه بتحصل، وانا كنت عايش في انجلترا فتره طويله، ولما جيت مصر عملنا علم مصر 5000 متر 5 كيلو عشان نفرضه على سطح البحر، وكان معايا فيه اللي هو احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر في الوقت ده. وكان اللي بيساعدني الدكتور اشرف صبحي لما كان لسه مساعد وزير الشباب. ايوه. وحضر معايا فرد علم مصر في قناه السويس الجديده قبل افتتاحها سياده الرئيس لما افتتاحها بيومين. وفردنا علم مصر مع 12 ولد من ذوي الهمم. وكان الدكتور اشرف جاي بصفه شخصيه عشان يقف معايا ويساعدنا ويدينا سبورت عشان نعمل هذا الموضوع مع الفريق مهاب نميش. الحمد لله كلنا بنشتغل لصالح بلدنا عشان نطلع صوره مصر بره بصوره مشرفه. وكبرت معايا الفكره بتاعه دمج الاصحاء مع ذوي الاحتياجات الخاصه. بمعنى ان احنا بنفرج وبنحتوي ولادنا من ذوي الهمم مع الاصحاء عشان نقول كيفيه التعامل مع ذوي الهمم، فبالتالي لازم نخلط ما بينهم ويعيشوا حياه سليمه متكامله دمج، ويشتركوا في نفس المسابقات ونرفع مستواهم الفني عشان نعرف الناس كلنا ونعرف المجتمع في كيفية التعامل مع ذوي الهمم إذا كانوا احتياجات خاصة ذهنية أو إذا كانت احتياجات خاصة حركية. كابتن خالد على ما ترجع لنا بالسلامة بإذن الله من فولكستون، عايز يعني أسأل بس يمكن سؤالي الأخير، لأنه الأستاذ الحسيني قال لي كابتن خالد بيحضر مفاجآت، فهو غالبا فتش سر. احنا انا طبعا ما اقدرش اخر حاجه زي كده حضرتك، بس فعلا محمد الحسين ان شاء الله هيبقى مساعد مدرب معتمد دوليا من الاتحاد الانجليزي لعبور المنش، تخصص في المياه المفتوحه ومحاولات عبور المنش. انا علمت محمد ابني من سنه 2013 لغايه النهارده، علمته كل حاجه اعرفها، ووقفته جنبي وكان بيقعد معايا في الغردقه بالشهور، والحمد لله بمساعده الكابتن شرف حافظ السباحه الاولمبيه استطعنا ان احنا نغير من جينات محمد
انه يستحمل الميه الساقعه، وانه يفهم احنا بنعمل كده ليه. انا دوري ان انا اعلمه وافهمه وافطر محمد ازاي تقف وايه المطلوب يتعمل. فالحمد لله الحمد لله. ان شاء الله بكره انا رايح الصبحيه باذن الله على مقر الاتحاد الانجليزي العبور المنشا عشان نجيب نعمل الاختبارات لمحمد علشان ناكد وجوده معانا كاول مدرب سباحه مساعد مدرب سباحه في العالم من فئه الداون سندروم الذهنيه يكون المصري محمد الحسين. هايل 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 بدعم من القياده السياسيه المتمثله في الدكتور اشرف صبحي اللي فعلا ما بيتاخرش على اولاده سواء كانوا من ذوي الهمم او الاصحاء في اي حاجه تزود لبلدنا وتزيد من سمعه مصر في الخارج ان شاء الله باذن الله. وانا معلش الحته الصغيره، ويردوا عليكم امتى بانه ان شاء الله محمد معتمد؟ باذن الرحمن ان شاء الله قبل ما ننزل مصر يوم 9 ان شاء الله باذن الله هيكون محمد ان شاء الله معتمد كمساعد مدرب للمياه المفتوحه ومحاولات عبور المنش. ان شاء الله اول من يذيع الخبر بعد تاكيد اعتماده. ربنا يا رب يوفقك يا دكتور خالد كابتن خالد، دايما يوفق محمد وكل ولادنا الحقيقه اللي بيعملوا مثل هذه الانجازات. كل الشكر ليك كابتن خالد شلبي السباح العالمي قاهر المنش، واللي قاله لنا ده اللي هو فقط وحصريا بكره يتم النظر في اعتماد محمد الحسيني كأول مدرب مساعد من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو متلازمة داون على مستوى العالم، وبإذن الله ياخد الاعتماد بتاعه ونبقى احنا برضو بإذن الله أول من يذيع خبر تأكيد هذا الاعتماد.